مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. أثارت الاتفاقية التي وقعتها مصر والسعودية لتعيين الحدود البحرية بينهما جدلا كبيرا في مصر ما بين مؤيد ومعارض، خاصة بعدما أقرت القاهرة بتبعية الجزيرتين للمملكة. وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بهاشتاج عواد باع أرضه، في حين المؤيدين للسيسي استخدموا هاشتاج والسيسي صاين أرضه. هذه وسائل التواصل الاجتماعي أيضا انعكست على وسائل الإعلام، حيث الأذرع الإعلامية لنظام عبد الفتاح السيسي انتقدت هذه الاتفاقية. أحد الإعلاميين قال: صحينا من النوم لقينا تيران وصنافير سعودية. في الجانب الآخر، في المملكة العربية السعودية، وسائل التواصل الاجتماعي أيضا تناولت هذا الموضوع. تم تداول اسمي الجزيرة بشكل كبير جدا، في حين دافع السعوديين على هذه الاتفاقية ورحبوا بعودة الجزيرتين إلى حضن المملكة العربية السعودية. نتابع التقرير التالي الذي فيه المزيد ثم نعود للنقاش. لا حديث الآن في مصر سوى عن جزيرتي تيران وصنافير، ومن الأحق بهما؟ هل هي السعودية أم مصر؟ فقد أثارت الاتفاقية التي وقعتها مصر والسعودية لترسيم الحدود البحرية بينهما جدلا كبيرا في مصر ما بين مؤيد ومعارض، خاصة بعدما أقرت القاهرة بتبعية جزيرتين للمملكة بعدما كانتا تخضعان للسيطرة المصرية منذ فترة طويلة. جاء القرار أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، والتي أعلن خلالها عن مجموعة من المساعدات والاستثمارات السعودية لمصر. على ضوء هذا القرار اشتعلت المعارك الجدلية بين معارضي حكومة عبد الفتاح السيسي ومؤيديها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستعان كل طرف بما يراه دليلا على صحة موقفه. نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقالات وموضوعات وخرائط لوجهتي نظر تقول إحداها إن السعودية سلمت الجزر لمصر لحمايتها عسكريا، والرواية الأخرى تقول بأن الجزر مصرية قبل أن تقوم دولة السعودية، وذلك بترسيم الحدود في العهد العثماني. وعبر عدد من المصريين عن سخطهم بخصوص قرار حكومتهم بشأن السيادة على الجزيرتين، في حين استغل السعوديون الفرصة للتباهي بالجزيرتين اللتين أقرت مصر بتبعيتهما لأراضي بلادهم. منتقدو الاتفاقية دشنوا حملة على تويتر وفيسبوك عنوانها عواد باع أرضه، وذلك في إشارة إلى أغنية شعبية مصرية تندد بكل من يفرط في أرضه، وتشير معاني كلماتها إلى أن من يبيع أرضه لا يقل في الجرم عمن يفرط في أرضه. وكان من بين النكات الأكثر انتشارا عبر موقع فيسبوك تدوينة تقول: إذا باعهما مرسي فهما مصريتان، وإذا باعهما السيسي فهما سعوديتان. ونشر المعارضون نسخا لوثائق تاريخية وملفات تدعم وجهات نظرهم، ومن بينها تسجيل صوتي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر يقول فيه إن مذايق تيران مياه إقليمية مصرية. خليج العقبة هو أرض مصرية، الخليج كله عرضه أقل من 3 ميل، موجود بين ساحل سيناء وجزيرة تيران. جزيرة تيران مصرية وساحل سيناء مصري. ورغم أن جزيرة تيران تعد الأقرب من الجزيرتين إلى الساحل المصري، إذ تقع على بعد 6 كيلومترات فقط عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، إلا أن مؤيدي السيسي دافعوا عن الاتفاقية وقالوا إن رئيسهم لم يفرط في أرض مصر ولم يبيعها، مشيرين إلى أن الجزيرتين سعوديتان في الأساس وكانتا تخضعان فقط للحماية المصرية وليس للسيادة المصرية. وانتقل الجدل من الأنترنت إلى شاشات التلفزيون والصحف. صحيفة الأهرام المصرية الرسمية قالت في مقالها الافتتاحي والذي حمل عنوان وعادة الوديعة إلى أهلها، قالت إن مصر لم تتنازل عن شبر واحد من أراضيها تحت أي ظرف من الظروف، ولكن من غير المعقول أن نحرم أشقاءنا أيضا من التمسك بأراضيهم التي تثبت كل الوثائق حقهم فيها. إذا لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد الطيب الغيلوفي، الباحث في الفكر السياسي. مرحبا سيد غيلوفي، أهلا وسهلا. إذا برأيك هذه الاتفاقية في أي إطار جاءت؟ هل هي في إطار هذه المساعدات الضخمة والاتفاقيات التي وقعت مع مصر، أم كما يقول البعض هذا يعني تاريخيا الجزيرة هي الجزيرتان هما سعوديتان وعادت إلى أهلها؟
هو الحقيقة ربما الاتفاقية هذه جاءت حتى السيسي نفسه لم يكن أظنه لما اعتلى السلطة بانقلاب عسكري يفكر في إعطائها للسعودية، هي كانت محل تنازع بين الاثنين. صحيح الآن التبريرات تقول أنه البحرية المصرية عام 1950 سيطرت على الجزيرة لأنه في ذلك الوقت البحرية السعودية لم تكن تملك قطاع بحرية قادرة على حماية الجزر، ولكن تبين أنه الدكتور محمد مرسي لما وافق أو طلب بجسر ما بين المملكة العربية السعودية ومصر كان الرد السعودي نحن نسمح بجسر بيننا إذا ما أعطيتمونا الجزر، وهو رفض وقال هذا أمر غير مفكر فيه وغير مقبول بالمرة. إذن عمليا الإدارة المصرية، الحكام المصريون سواء عبد الناصر أو حسني مبارك أو السادات أو حتى محمد مرسي ما كانوا يفكرون في إعطاء هذه الجزر. الوضعية الحالية وهي وضعية بالنسبة لنظام عبد الفتاح السيسي كارثية بكل المعاني. الصحف العالمية الإسرائيلية والعالمية قالت الشواطئ سيناء شبه فارغة، السيسي يعيش أضعف حالاته عالميا وداخليا. لا تنسى أنه في المدة الأخيرة بعد قتل الباحث الإيطالي أوباما قال نفكر في العلاقات مع مصر. نعم. بعد انتهاك حقوق الإنسان إيطاليا سحبت السفير، يعني عمليا الآن كانت مصر تحس أنها تعيش حالة من الحصار. ثم حتى روسيا، يعني هل هذه العوامل كلها دفع؟ نعم. حتى روسيا التي كانت بدأت بعلاقات ووعود بسياح روسيين إلى شرم الشيخ بعد تفجر الطائرة سحبت كل الدعم للنظام المصري. عمليا عبد الفتاح السيسي وجد نفسه على الحائط واضطر أخيرا لتسليم الجزر مقابل إعانات من المملكة العربية السخية. وعلى كل حال أنا أعتقد أنه هذه الذي جرى بقطع النظر من أحق بالجزر، الذي جرى أنه عبد الفتاح السيسي الآن بين أنه في مرحلة من الضعف شديدة جدا، وهو ليس فقط أحرج أو أثار حنق معارضيه، هو أيضا أحرج حتى مسانديه. وعبد الفتاح السيسي تقريبا الآن يتراجع يوم بعد يوم، وأصبح غير ممكن حتى الآن في مصر أصبح يعتبرون أنه بقاء السيسي هو بقاء لحالة طيب من الضعف المصري الشديد. نعم. أشرت إلى هذا الضعف، إلى الأوضاع الاقتصادية، وبحسب ما أفهم أنها هي من دفعت السيسي إلى توقيع هذه الاتفاقية. لكن البعض يقول أن هناك مباحثات استمرت لمدة ست سنوات ما بين المملكة العربية السعودية ومصر، تقريبا 11 جلسة واجتماع تم عقدهما بخصوص هذه الجزيرتان، والآن تم التوقيع على هذا الاتفاق. إذن هي جاءت في إطار مباحثات مستمرة ما بين البلدين. هي صحيح جاءت في إطار مباحثات مستمرة، ويبدو أنه المملكة العربية السعودية بهذا المعنى كانت تعرف حاجة عبد الفتاح السيسي. ولذلك أنا لا أعتقد أنهم جاءوا ليعطوه المليارات هكذا بدون مقابل. هم جاءوا، هو طلب الإعانات المالية إنقاذا لنظامه، وهم قالوا له نعطيك هذه الإعانات ضمن اتفاقيات منها عودة الجزر إلى المملكة العربية السعودية، وثانيا إقامة جسر ما بين المملكة وما بين مصر. أنت تعرف أنه هذا الجسر سابقا كان قرر في عهد حسني مبارك، وقيل أن الضغوطات الإسرائيلية منعت من إتمامه واعتذر حسني مبارك لذلك. الآن شرم الشيخ تقريبا شبه فارغ، لم تعد هناك أي إمكانية للإتيان بالسياح الغربيين. عمليا لم بقيت مصر وعبد الفتاح السيسي تحت رحمة الإعانات السعودية، وهذا الذي جرى. فقط إشارة هنا أحمد يجب أن ننتبه إليها، مفكر مصري شهير ومعروف اسمه جمال حمدان كتب كتب عن عبقرية مصر، وقال هذا الجغرافي والمؤرخ قال إنه ما دام مصر يحكمها العسكر سيقع التفريط في الأراضي المصرية. لا ننسى إنه انقلاب عبد الناصر ذهب بالسودان، مصر والسودان كانت دولة واحدة، ولأن السودانيين رفضوا الانقلاب العسكري وتعطيل الديمقراطية في مصر فأعلنوا الاستقلال. إذا عمليا بدأ الانقلاب العسكري في 52 بذهاب حوالي ثلثي المساحة المصرية هي السودان. الآن الانقلاب العسكري الآخر الذي تم ذهب بالجزر، ويعتبر يعني تفسيرات الآن كتبوها الصحفيون المصريون قالوا جمال حمدان مرة أخرى يظهر أنه على حق عندما قال ستبقى الأرض المصرية تتناقص ما دام مصر يحكمها العسكر. طيب أشرت إلى الرفض الإسرائيلي
هذا الجسر الرابط ما بين المملكة وما بين مصر في عهد حسني مبارك. لماذا الآن تمت الموافقة؟ يعني جريدة الأهرام تحدثت عن إبلاغ الخارجية المصرية لإسرائيل بهذه الاتفاقية وأيضا بمشروع الجسر، عدم اعتراض إسرائيل إلى الآن على الأقل في وسائل الإعلام، يبدو أن هناك موافقة. إذن لماذا وافقت الآن؟ يعني لا، هي وافقت الآن لسبب بسيط. أنا أعتقد وافقت الآن لأنه عبد الفتاح السيسي حليف موثوق لإسرائيل، وهذا والوثوق من عبد الفتاح السيسي جعلهم يفهمون أنه الاعتراض على هذه الإعانات وعلى هذا الجسر معنى ذلك وضع العراقيل مرة أخرى، وضع العراقيل أمام عبد الفتاح السيسي الذي يريدون. الإسرائيليون ذهبوا للأوروبيين وذهبوا للأمريكان من أجل الدعم السخي لنظام عبد الفتاح السيسي. طيب الآن إسرائيل إذا ما كانت أي اتفاقيات تدعم بقاء السيسي في السلطة، أعتقد أنهم وافقوا ضمن هذا الإطار، ضمن أنه عبد الفتاح السيسي محتاج لمثل هذا. يعني هل يضحي الإسرائيليون بمصالحهم أمنية اقتصادية مقابل مصالح السيسي، الحفاظ على السيسي؟ نعم، الآن السيسي ليس فقط كنز كما كان حسني مبارك، السيسي الآن الحليف الموثوق، وهو تقريبا كما قال الإسرائيليون هدية من السماء إلى إسرائيل. طيب فيما يخص الجانب السعودي، يعني هل نحن هنا أمام يعني إذا صح التعبير استغلال لحالة الضعف والوهن التي تمر بها مصر وتقديم هذه المليارات من خلال اتفاقيات وقعت مع الجانب المصري للحصول على هذه الجزر؟ شكرا، هذا سؤال جيد. طيب هي الاستفادة السعودية؟ السعودية بهذه الاتفاقية وبالحضور في مصر ضربت عصفورين كما يقال بحجر، لسبب. العصفور الأول والمهم أن أعتقد مهم أكثر حتى من الجزر، وهو أن تصبح مصر الآن ضمن ما يسمى بالحلف السني الذي يتشكل الآن ما بين المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وقطر، وهي كانت سابقا ولا زالت خائفة، لا زالت أعتقد أنها لا تثق في عبد الفتاح السيسي. ولذلك لما عبد الفتاح السيسي أصبح ضعيفا كانت زيارة الملك سلمان لتأكيد أن مصر ضمن الحلف السعودي الذي يناقض إيران، حتى أن الصحافة المصرية استقبلت الزيارة بالقول أنها تعارض أي تدخل إيراني في شؤون الداخلية العربي، وأيضا لقطع الطريق على ما قيل حينها أن عبد الفتاح السيسي يعيد العلاقات مع بشار الأسد وهو يغازل الحلف العراقي السوري الإيراني والمدعوم من روسيا. عمليا الآن المملكة العربية السعودية تستطيع أن تقول جاءت بمصر في جيبها. طبعا العصفور الثاني الذي ضرب هو طبعا الحضور بقوة ضمن الساحة المصرية اقتصاديا واسترجاع الجزر التي كانت محل تنازع بينها وبين مصر في التاريخ. يعني هل أفهم أن المملكة تسعى بأي طريقة كانت لمحاولة عودة مصر إلى الحضن العربي؟ نعم. حتى مع تردي الأوضاع أسعار النفط وتعرض السعودية لضغوطات كبيرة في هذا المجال أيضا. صحيح، السعودية تتعرض لضغوطات كبيرة، ولكن المملكة العربية السعودية الآن معنية كثيرا بالتصدي للمشروع الإيراني الذي يحاصرها شمالا وجنوبا في اليمن، ويحكم حصار إذا ما مصر انتقلت إلى ذلك الحلف. ولذلك أنا أعتقد أن السعودية مستعدة حتى عدم التفكير في الجزر، فقط أن يكون السيسي إلى جنبها في هذا الصراع الإقليمي. هي كما قلت لك ضربت العصفورين، استرجعت الجزر وأيضا استرجعت مصر إلى جانبها إقليميا، ودفعت في مقابل ذلك أيضا من جيبها وربما حتى من قوة السعوديين. ما الذي يمكن أن يقدمه نظام السيسي، هذا النظام الذي جاء بانقلاب عسكري، هذا النظام الذي يخضع يعني آلاف من مواطنيه في المعتقلات، الآلاف في مخفيين قسريين، أحكام إعدام بالعشرات وبالمئات، ما الذي يمكن أن يقدمه للمملكة العربية السعودية في مواجهتها للمشروع الذي اسميته المشروع الإيراني؟ يعني طبعا صحيح، هذه النظرة التي ذكرتها أخي أحمد نظرة استراتيجية في البعيد، أنه حليف يكون بمثل هذا الضعف حليف لا يمكن الاعتماد عليه كثيرا،
ولكن الموازنات السياسية الآنية تقتضي من المملكة العربية السعودية. أنا هنا لا أدافع عن مواقف المملكة، أنا فقط محلل أصف الوضع. النظام السياسي السعودي محتاج إلى حلفاء ومحتاجهم بقوة، ولذلك أن يأمن على الأقل، على الأقل أن يأمن أي شر هذا النظام على كل حال، وقبله يريد أن يكون هو حليفه. إذا لم يكن حليفا قويا يكون حليفا ضعيفا، إذا لا يكن حليفا ضعيفا يأمن شره. وبهذا تدرج السعودية طيب في هذا. سعود إليك. نعم سيد طيب غيلوفي. نعم انضم إلينا عبر الهاتف المحامي والسياسي المصري سيد أسعد هيكل من القاهرة. سيد هيكل مرحبا. سيد أسعد هيكل تسمعني الآن؟ أسمع سيادتك تفضل. أهلا وسهلا بك. يعني جدل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، كتاب صحفيين مواطنين عاديين الآن فيما يخص الجزيرتين يعني تيران وصنافير. البعض يتحدث عن خيانة، خيانة نظام السيسي لمصر ولشعب مصر، والبعض يتحدث عن أحقية المملكة العربية السعودية في هذه الأرض وأنها عادت لأهلها. كيف تفهم الأمر أنت سيد سعد هيكل؟ يعني ده فعلا صحيح، المواقف متقينة وحادة في المجتمع المصري تجاه الإعلان عن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة. كان إعلانا مفاجئا لم يسبقه أي معلومات أو تمهيد أو تفسير أو تبيان للشعب المصري حول طبيعة هذا الاتفاق وحول الدور أو الحالة التاريخية لجزيرة تيران أو صنافير. وبالتالي في ظل هذه المفاجأة أصبح الأمر ليس له ضابط أو رابط، الجميع كل يتشبث برأيه، والمواقف قد تصل إلى الحدة كما ذكرت باتهام البعض بالخيانة، بل اتهام السلطة نفسها على لسان بعض الناس بالخيانة، وأيضا اتهام متبادل بين الناس أنفسها. لكن علينا أيضا أن احنا نستحضر أن هناك آراء حتى على مستوى النخبة والشخصيات البارزة. هناك أيضا تباين على هذا المستوى. لعلنا إذا استحضرنا على سبيل المثال رأي الباحث عمرو حمزاوي، باحث في معهد كارينجي بأمريكا، هو رأى أن الجزيرتين تتبعان السيادة السعودية، الملكية السعودية. أيضا الدكتور محمد البردعي دعا إلى تحري الدقة، وهو شخصية دولية مرموقة وله مصداقية كبيرة في تناول مثل هذه القضية الهامة، وأيضا ألا يتحدث فيها إلا من يعلم ولديه علم هي المصطلحات والقانون الدولي. في المقابل طبعا كان هناك مواقف أخرى على عكس هذه المواقف، لكن علينا نحن كمتابعين وكمحللين أن نستمع أكثر إلى رأي الخبراء في هذه المسألة، خاصة من يتحلى بالدقة والمصداقية عن الوضع التاريخي لهاتين الجزيرتين. نعم. الاتفاقيات المتبادلة بين الجانب المصري والجانب السعودي. هذه القضية ينبغي حتى أن لا أقول أن تحل، لأنني لا أعتبر أننا أمام يعني خلاف، ولكن ينبغي أن يتم تناولها بدقة وبإعلاء المصالح القومية العليا لدينا الدولتين الشقيقتين الأقوى في المنطقة العربية. ولا أعتقد أن الخلاف يعني خلاف البعض، يعني بعض المتناولين لهذه القضية، لا ينبغي أن يطول القيادات في البلدين. في نهاية المطاف هذه أرض عربية واحدة تمتد، يعني المفروض أنها تمتد من المحيط إلى الخليج كما يقال في الشعارات. نعم. لكن حينما تبرز نقطة محل خلاف ويزكيها في الحقيقة البعض من الخارج، تصل هذه الخلافات إلى مثل هذه الاتهامات اللي في الحقيقة أنا بستنكرها. يعني طيب سيد هيكل، نعم نوع من الاحترام. أشرت إلى المفاجأة في إعلان هذه الاتفاقية، حتى البعض تحدث ساخرا عن تفاجؤ الحكومة المصرية وأنها مثلها مثل غيرها تفاجأت بهذه الاتفاقية. يعني السؤال، لماذا يتم إبرام مثل هذه الاتفاقية بهذه السرية والإعلان عنها بهذه الطريقة المفاجئة، وهي اتفاقية مهمة واستراتيجية ربما لكلا البلدين، ولماذا أيضا لا يتم الآن التوضيح أو إصدار بيان أو
يعني رئاسي أو حكومي على يوضح كيف تم إقرار هذه الاتفاقية وما هي الأسس التي اعتمد عليها النظام المصري في إقرار هذه الاتفاقية. يعني أنت تعلم وتدرك جيدا أن العمل السياسي مثل جبل الجليد، إنجاز التشبيه، يعني لا يظهر منه على السطح سوى القليل، هكذا هو العمل السياسي. يعني لعلنا مثلا حينما طرحت مسألة الجزيرتين الآن، استمعنا أمس إلى رأي عميد كلية الحقوق في جامعة طنطا من كبرى الجامعات المصرية، يقرر بوضوح أن الرئيس الراحل أنور السادات حينما كان بسبب المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي عقب حرب 73 كتب بخط يده والعهد على هذا الرجل ذو القيمة عميد كلية الحقوق جامعة طنطا أن الجزيرتين ملك للمملكة العربية السعودية. هنا قد يكون قرار ارجعهم اذا جاز هذا الامر، انا لا اسلم حتى على المستوى الشخصي ولا استطيع ان اقطع بملكيه الجزيرتين للسعوديه ام لمصر، هذه امور تحتاج كما قلت في البدايه الى بحث وتمحيص كبير جدا. صحيح. لكن علينا ان ننظر الى ما وراء الستائر كما يقولون، يعني ان هناك اتفاقيات اخرى عقدت بين المملكه العربيه السعوديه وبين مصر، منها او ابرزها اتفاقيه اقامه الجسر البري الذي يربط بين الدولتين لأول مرة في التاريخ، وهو جسر استراتيجي يمس أيضا ويجب أن ننتبه جيدا أنه يمس أو يهدد، خلينا نكون صريح، في تهديد أمن الدولة أو الكيان الإسرائيلي. وهذا أمر يرتبط بمعاهدات واتفاقات دولية عديدة على أساس اتفاقية كامب ديفيد التي قلصت عدد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء خاصة في المنطقة جيم التي تقابلها الجزيرتين. لكن إذا بقى نظرنا المسألة بمفهوم العكس أو من خلال رؤية الجانب السعودي أو موقف الجانب السعودي، سنجد أنه لا يرتبط مع الكيان بسبب اتفاقيات. وبالتالي قد أقول قد، يعني كرأي توقعي، أن تكون الاتفاقية التي رسمت الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل رأت هذا الجانب الاستراتيجي الهام، حتى انك اذا لاحظت، يعني لعلك ترشد، ان هناك اضطراب لدى الكيان الاسرائيلي في استقبال مثل هذا الخبر، وبالتالي خلينا ننتظر مزيد من الوقت. صحيفة الأهرام سيد أسعد هيكل، صحيفة الأهرام تحدثت عن إبلاغ الخارجية المصرية للحكومة الإسرائيلية بهذه الاتفاقية وبعودة الجزر لحضن المملكة العربية السعودية، وبشأن أيضا الجسر الرابط ما بين المملكة ومصر، لم يعلن عن أي تحفظ أو رفض لهذه الاتفاقية. أنت تقصد لو رفض من جانب الدولة أو الكيان الإسرائيلي؟ نعم. والله هم وشأنهم في هذا الأمر، لكن هو إقامة الجسر نفسه أو تنفيذ الاتفاقية كلها برمتها بما تشمله من إعادة سيادة للدولة السعودية أو إقامة الجسر، أنا أعتقد أنه أمر مربك للكيان الإسرائيلي. هذا الجسر يقطع خط الملاحة الدولي تحديدا عند نقطة مضيق طيران واتصالها بخليج العقبة الواصل إلى ميناء أم رشاش، اللي في الحقيقة أيضا هذا الميناء ميناء مصري الذي يسمى إيلات حالي. وبالتالي أنا أعتقد أن الكيان الإسرائيلي في موقف لا يحسد عليه من هذه الاتفاقية، ولذلك علينا نحن كعرب في حقيقة الأمر، يعني أن نتجاوز خلافاتنا في هذه الأمور البسيطة. وانا قلت وصفتها في البداية انها ارض عربية واحدة، لان ده كان 51 ولاية واتحدوا يعني مع بعض، واحنا تربطنا لغة وارض واحدة ومصير عربي مشترك، ولازلنا نبحث عن خلافات ونصعدها ونؤججها. بينما اعدائنا يتربصون بنا من كل جانب. اقول في الاخير علينا ان ننتظر بعض الوقت لتتضح التفاصيل كاملة أمامنا، حتى يعني أختم بقول الله سبحانه وتعالى: عسى أن تكرهوا شيئا خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، الله أعلم وأنتم لا تعلمون.
طيب شكرا جزيلا المحامي والسياسي المصري أسعد هيكل حدثنا من القاهرة. أعود إليك سيد طيب الغيلوفي، هل تعتقد أن فعلا الأمر مربك بالنسبة لإسرائيل كما ذكر سيد أسعد هيكل، أم أن لا يمكن أن تتم مثل هذه الاتفاقية إلا بموافقة؟ هو الحقيقة كلام الأستاذ أسعد هيكل شيء مؤسف فعلا، لأنه تصور لو كان الذي قام بهذه الاتفاقية الدكتور محمد مرسي، هل كان يقول هذا الكلام؟ هل كان سيقول إنه نحن دول عربية واحدة والتفريط في جزيرتين مصريتين هذا لا يعني شيئا وسيكون مربكا لإسرائيل؟ أنا متأكد كان سيقول وسيحاضر لنا ساعتين عن خيانة محمد مرسي وخيانة الإخوان، وأن هذه الأراضي مصرية، وسيأتي لنا بتصريحات عبد الناصر ويقيم الدنيا ولا يقعدها. هذا كله دليل على هذا، اسمح لي بهذا الخلط، ويصبح كل الشعب المصري غير معني بهذه الاتفاقية، يسمع بها من التلفزيون ومن الراديو ثم يقول هذا أربك إسرائيل. طيب لماذا لم يناقش موضوع التفريط فيها؟ هل الرئيس وحده هو المخول أم البرلمان المصري؟ لماذا لم يناقش في كيفية إخراج هذا الاتفاق سريا والذي جاء بعيدا عن القرار المصري؟ أنا هنا لا أناقش الأحقية من أحق بامتلاك الجزيرتين، هذا موضوع ثاني. الموضوع الأساسي نحن هنا نحكي على تصرف هذا النظام، كيف يمكن أن يتصرف، كيف يمكن أن يأخذ القرارات بغياب المصريين، لم يرجع حتى للبرلمان، والبرلمان كله من أنصار عبد الفتاح السيسي. عمليا الآن يصبح هذه الاتفاقيات وتسليم جزيرتين مصريتين مربك لإسرائيل. كيف مربك لها؟ المربك لإسرائيل حقيقة هو دعم حماس في غزة، يصبح يحاربون حماس. أريد أن أرد على الأستاذ أسعد هيكل بهذا الخبر. الصحافة الإسرائيلية والدولية يعني، على كل حال تمنيت لو كان حاضرا، تقول أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض على محمود عباس أجزاء من سيناء، بعض الكيلومترات المربعة من سيناء، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على جزء من غزة ومن سيناء. يعني عمليا الآن كل الاتهامات التي قيلت على النظام محمد مرسي المنتخب شرعيا، قيل أنه سيبيع أو سيعطي سيناء للدولة الفلسطينية وتبين أنه لم يفعل ذلك، وقيل أنه سيعطي أجزاء من مصر، الذي عرض الأراضي المصرية على محمود عباس والذي أعطى جزء من الأراضي المصرية إلى المملكة العربية السعودية هو نظام عبد الفتاح السيسي. كما قلت لك يبقى دائما النظام العسكري، لأنه فاقد للشرعية في الداخل ولأنه غير معني بقرار المصريين في الداخل، فهو يريد أن يرضي الأطراف في الخارج، أن يرضي الإسرائيليين بعرض أجزاء من سيناء، حتى أن محمود عباس وتعرف موقفه لم يستطع أن يقبل هذا العرض المصري، وأيضا الآن عمل اتفاق آخر مع المملكة العربية السعودية. نحن هنا لا نناقش الأحقية.